على ما يبدو أن موسم عيد الأضحى السينمائي رح يكون مصيره كعيد الفطر الماضي يلي أغلقت في دور السينما للوقاية من فيروس كورونا، فأضخم إنتاجات السينما المصرية المنتظرة مهددة بالخروج من المنافسة على شباك التذاكر رغم بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية وافتتاح دور السينما. وأبرز الأفلام يلي مهددة بالتأجيل هنن: فيلم العارف لأحمد عز، البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز، العنكبوت لأحمد السقا، ومش أنا لتامر حسني. فهالأفلام الأربعة هي الأضخم إنتاجياً بمصر لهالسنة، ولكن يعتبر عرض مجازفة كبرى للمنتجين بظل النسبة الضئيلة المحدودة لحضور الجمهور وهي 25%. والصعوبة الأكبر هي إلغاء حفلات الساعة 9:30 مساءً ومنتصف الليل يلي بتمثل نحو 60% من الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري. وبعيداً عن كورونا، أيضاً هيفاء وهبي عم تعرقل عرض فيلم أشبح أوروبا من خلال دعوة قضائية رفعتها على المنتج ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بسبب عدم تقاضية لأجره.